اتفضل اتفضل قول اللي انت عايزه. انا عاوز دم حضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ طب قول قول اللي مزعلك ايه. اللي مزعلني انه في كلام مش صحيح وفي كلام ظلم لينا احنا في المراجده. احنا اهل المراجده في تناقض كبير جدا. احنا صنفنا اول ما صنفت القرى الفقيره كنا ضمن 10 قرى اكثر الناس احتياجا، ومع ذلك كل مقومات الخير في بلدنا واحنا لم ناخذ من الخير اي شيء. فارجو ان اوضح لك بعض الامور. يا ريت ترجع لي الخريطه اللي شرع عليها في الفقره بتاعت المهندس عادل حنطوره منطقه المراجده، وانا اشرح لك عليها يا فندم. ده احنا ليله وجود الواحد الحميد الهجان والقوات المسلحه كان موتنا بعض.